التنوع المتواصل في هذه الفقرات إلى عالم التكنولوجيا والأكاديمية، وبالحديث عن التسارع العلمي والتقني الذي أثبت أن المنهاج التكنولوجي ذاته بين الكتب الدراسية نظريا وسط محاولات متفاوتة التطبيق بين مدرسة وأخرى عمليا حول مراكز الحاسوب المدرسية ومدى موائمتها مع المنهج الفلسطيني التكنولوجي. يسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو الأستاذ أسامة طربي، مشرف التكنولوجيا والحاسوب في مديرية التربية والتعليم. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح صباحك آيباد تابلت وتطورات والأجهزة الذكية كلها. صباح الخير طول كريم، صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير. يسعد صباحك. يعني في البداية أهمية توظيف التكنولوجيا في الجوانب التعليمية التعلمية المختلفة. بسم الله. هلا عملية توظيف التكنولوجيا في التعليم هي عملية كبيرة. بداية تبدأ بدمج التكنولوجيا في التعليم. هلا احنا راح نحتاج مختبرات، راح نحتاج بيئة، راح نحتاج معلمين قادرين على توظيف هاي التكنولوجيا، وبالتالي احنا بنعيش مرحلة إصلاح تربوي كبيرة. هاي المرحلة يجب أن يكون فيها دور المعلم واضح متحمل لمسؤولياته اللي بتنعكس إيجابا على تحصيل طلابنا. نحن نعيش انفجار معرفي كبير. الأهم ليس تحصيل هاي المعلومة، الأهم كيف يتم توظيف هاي المعلومة. وبالتالي كيف أنا بدي أوظف التابلت أو اللابتوب أو السمارت بورد أو الانتراكتيف بورد في العملية التعليمية بالضبط، كيف أنا بدي أبحث عن معلومة في جوجل وأوظفها، كيف أنا بدي أحل مشكلة. وبالتالي أنا بحكي عن واقع حياتي. نعم. ما بحكي عن أمور خيالية. وربما يعني هنا نستوقف على هذه النقطة ونسأل عن المعيقات، ما هي معيقات تطبيق التكنولوجيا في جزئيات الحاسوب بصورة عملية، وهل عدد الطلبة في داخل الغرفة الصفية يلعب دور في هذه المشاكل من ناحية توفر الأجهزة بما يتلائم مع عدد الطلبة بالإضافة إلى آلية استخدامها وتلاؤمها مع تطور المنهاج الفلسطيني بالتحديد؟ المنهاج الفلسطيني يدمج ويوظف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية التعلمية، وبالتالي صار وضوح أكثر لدور المعلم ودور الطالب اللي يعتبر محور العملية التعليمية التعلمية. نعم. المعيقات كثيرة، بداية معيقات مادية. هل توفر هذه الأجهزة بمواصفات تلائم المنهاج، تلائم البرامج المطلوبة من الطالب التنفيذها؟ زائد هل البنية التحتية والاتصال مع الإنترنت متوفر في جميع مدارسنا؟ مدارس طول كرم بإحصائية 84 مدرسة مشبوكة بالإنترنت. بمساعدة الاتصالات الفلسطينية وشركة حضارة. عندنا مراكز كمبيوتر تقريبا في كل مدرسة من 5 ل 12. مدارسنا الثانوية 63 مدرسة فيها مختبرات حاسوب ومقبلين على امتحان تكنولوجيا معلومات. نعم. للصف الثاني عشر أو التوجيهي. التوجيه. المعيقات منها أعداد الطلاب الكثيرة. المعيقات تدريب المعلمين أنفسهم على توظيف هاي التكنولوجيا. صحيح. بحيث إنها ما تكون العملية عشوائية، يجب إنها تكون عملية مخططة، بالإضافة لأنه مسؤولية الطالب في توظيف التكنولوجيا. طلابنا مطلوب منه ينفذ برامج على الكمبيوتر، يتصل بالإنترنت، مسؤوليته وأمانته أمام أهله. لما والدته بتفتح عليه الباب على العافية، إيش بتعمل؟ بدرس، يعطيك العافية. يجب أنه يكون على المسؤولية بحيث أنه في محاذير كثيرة للاتصال بالإنترنت. يعني احنا استعرضنا جملة من المعيقات، نبدأ بالدور والمعيق المادي اولا. يعني ما في مصاري، ما في مراكز، ما في تطوير الى ذلك. كيف بتحاولوا كمديريات وتحديدا مديرية طول كرم تخطي هذا العائق؟ المشكلة المالية عامة، لكن في ميزانية من كل مدرسة تخصص لمختبرات الكمبيوتر من التبرعات المدرسية. هناك تعاون كبير من بعض المجالس المحلية في قرانا وبلدياتنا. هناك مؤسسات شريكة مع الوزارة على رأسها مؤسسة النيزك، بالإضافة للبنك الإسلامي الفلسطيني وكذلك مؤسسة التعاون، قاموا مشكورين بعمل مختبرين
الأول في بنات صيدا الثانوية، والثاني في بنات حليم خليشي كان نعم. يوم الثلاثاء الماضي. مه. هدول مختبرين ما بقدر أسميهم مختبر حاسوب بقدر ما هو مختبر تكنولوجيا. مختبر التكنولوجيا يختلف عن مختبر الحاسوب. إيش الفرق ما بينهم؟ مختبر الحاسوب أجهزة حاسوب فقط واتصال بالإنترنت. مه. مختبر التكنولوجيا بضم أجهزة الحاسوب والاتصال بالإنترنت وبضم لوح تفاعلي وإنتراكتيف بورد أو سمارت بورد، ويضم أيضا العدد الأدوات الإلكترونية اللي يمكن استخدامها من خامس للعاشر. هلأ منهاج التكنولوجيا اتغير، صار جزء منه تكنولوجيا معلومات، جزء تاني تكنولوجيا اتصالات ونقل، جزء ثالث تكنولوجيا بناء، وجزء رابع تكنولوجيا زراعة. فالتكنولوجيا لم تعد اي تي انفورميشن تكنولوجي فقط. نعم. طب استاذ أسامة، يعني خلينا نكون واقعيين اكثر ونتحدث في حال الاهالي وحال الطلاب وحال الهيئات الاكاديمية. لما بنتحدث عن مدى وفرة او توفر اعداد الحواسيب وملائمتها مع اعداد الطلاب، بالاضافة الى انه قد يعاني بعض المعلمين او المعلمات من كيفية إعطاء هذا المعلومات، هذه المعلومات وإعطاء المنهاج، بالإضافة إلى الأهالي أنفسهم، يعني المنهاج جميل ببعض المعلومات اللي موجودة فيه تثري الطالب تكنولوجيا وأيضا معلوماتيا، لكن في صعوبة من المنهاج التكنولوجي بالتحديد عند بعض الأهالي والتعامل معه، وأيضا بعض الهيئات الأكاديمية تربويا. ما الخطط التربوية لديكم في مديريات التربية والتعليم من أجل إزالة هذه المعيقات المقدور عليها على الأقل بشريا؟ بدي أحكي بعدة محاور. المحور نعم. الأول المعلم. المحور الثاني عدد الأجهزة. نعم. المحور الثالث ولي الأمر، والرابع الطالب. أبدأ بالمعلم. نعم. يوجد برامج كثيرة في مديرية التربية والتعليم ودورات عديدة في موضوع التعليم الإلكتروني لزيادة كفاءة ومقدرة المعلم على توظيف التكنولوجيا ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية التعلمية، منها انتل 1، انتل 2، وولر، بالإضافة للإي ليرنينج بشكل عام، تعزيز التعليم الإلكتروني وإنشاء وحدات تعليمية فاعلة أو لبنات تعلم، بالإضافة للتي ليرنينج أو التابلت ليرنينج في أكثر من مدرسة في مديريات الوطن، بالإضافة لاستراتيجيات التدريس اللي بتحدد طريقة تدريس تفاعلية بتكسب مهارات القرن 21 لطلابنا. نعم. يعني أنا عندي عدد أجهزة بتتراوح من 15 ل 25 جهاز بالغرفة الواحدة. الطلاب المدرسة محظوظة إن كان العدد متساوي، إنه كل طالب له جهاز، لكن إن حكينا على 40 طالب 25 جهاز، بدنا توزيع مجموعات على مجموعات. الجهاز بدنا نشتغل ضمن المجموعات. هلأ العمل ضمن المجموعات هذه من مهارات القرن 21. كيف؟ أنا بدي أوزع المجموعات صح، بدي أوزع الأدوار بين طلابنا صح، بحيث أنه فروقات صحيح. وهي المجموعات رح تظهر لي قادم برؤساء مجموعات، رح تظهر لي عمل تعاوني، مساعدة الطلاب مع بعض. الأمر السلوكي ما بيجي مرة واحدة. يعني أنا مش مجرد أني قسمت الطلاب مجموعات واشتغلت رح يكون عندي فيشي فوضى، الكل ملتزم بدوره، هي تعويد يوم عن يوم بيصيروا لحالهم يشتغلوا ضمن المجموعات. هذا بالنسبة للمعلم وتأهيله واستراتيجيات التدريس. بالنسبة للطالب مسؤوليته أنه أنا عندي أتحمل مسؤوليتي، أنا ضمن دور قائد مجموعة، أنا ضمن دور مساعد لزملائي، أنا ضمن دور باحث صغير، وهكذا. إذن في عندنا تفكير لكل طالب وما وراء التفكير في هاي المعلومة. يعني اليوم إن سألتيني سؤال، إذا كنت أنا من جيل قديم شوية، مع الاحترام أنا أحكي عن توظيف تكنولوجيا ولا أحكي عن مستوى تعليمي أو عقلي. نعم. سؤال، إذا كنت حاطه في مخزوني مستوعبه في هالخزان اللي عندي، بسترجعه وبحكي لك 1 2 3 الإجابة. نعم. جيل اليوم اسألي على طول، بروح على جوجل بحط السؤال وبتأكد انه هل الإجابة اللي طلعت صحيحة ولا لا، وكيف بده يوظفها. هلأ الأهل في متابعة أبنائهم الطلبة، احنا ضد انه يسمع، ضد انه يتابعه بانه يلقنه. هلا احنا بدنا مسؤولية طالب، بدنا طالب قادر على التحديات، بدنا طالب قائد. اتركوه، اسمعوا منه، حاوروه،
يعني هذه أساسيات مهمة لنجاح العملية الأكاديمية بهذه المنظومة الثلاثية وإنجاز التعبير الرباعي، المنهاج والطالب والأهالي والهيئة الأكاديمية بالتحديد. بقي المجتمع المحلي. نعم. مؤسسات المجتمع المحلي ذكرتها في توفير الإمكانات المادية ومساعدتنا في المختبرات والأجهزة في المدارس. بالإضافة المجتمع المحلي كان في لقاءات على مستوى المديرية وعلى مستوى المناطق وعلى مستوى منسقين العناقيد لدراسة وتفعيل نتائج الاختبارات الموحدة على مستوى الوزارة. نعم. كان هناك دور كبير للمجتمع المحلي بحيث أنه وزارتنا ومديريتنا ومعلميننا بالمنهاج والمعلم والحصة الصفية واستراتيجية التدريس هذه علينا، لكن ما وراء المدرسة، ما بعد الحصة الأخيرة وجانة الطالب تاني يوم على المدرسة، هاي متروكة للأهل. وهذا من هون طبعا الرسالة منوجهها للأهالي وللمجتمع، ما بعد الاستعراض للأربع أدوار هذه سواء كانت تتعلق بالحواسيب وأعدادها، أعداد الطلبة ودعم المجتمع المحلي، إلى أنه يكون مؤازرة وعملية ضبط للكيفية التي تستخدم بها التكنولوجيا في ظل محدودية ما هو متواجد في مدارسنا. مشرف التكنولوجيا والحاسوب في مديرية التربية والتعليم في طول كلمة الأستاذ أسامة زيد طربي، شكرا لتواجدك معنا في برنامج صباح الخير. إذن متواصلين ومع هذه المعلومات التكنولوجية وبالتأكيد إلى مواهب صغيرة في العمر لكنها كبيرة جدا في العطاء، سنتحدث وإياكم عن هذه المواهب لكن بعد هذا الفاصل.